أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للوقوف على التصعيد العسكري في جبهة الساحل الغربي وتعثر اتفاق ستوكهولم. شنت ميليشيا الحوثي في ساعات الصباح الأولى قصفا عنيفا على مواقع قوات الجيش شمال شرقية مدينة الحديدة، وقال شهود عيان إن انفجارات عدة هزت المدينة إثر سقوط قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي من وسط وأطراف حي 7 يوليو باتجاه مواقع الجيش في محاولة لاقتحام مناطق سيطرته. كما استهدف القصف مواقع بالقرب من المدينة الطبية ومدينة الصالح، وأعلنت قوات الجيش مقتل نحو 130 وجرح نحو 200 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات بريف محافظة الحديدة خلال شهر ونصف. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن أغلب القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا في مديريات حيس والدريهمي والتحيتة وبيت الفقيه منذ منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر المنصرم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يحسم المشهد العسكري مستقبل الحديدة بعد فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ أم أن الأمم المتحدة ستعمل على إيقاف المعركة والبحث في إمكانية التسوية؟ تابع التقرير ثم نواصل. مجدداً تعود المعارك إلى محافظة الحديدة، المدينة المشمولة باتفاق ستوكهولم العاثر، حيث شنت ميليشيا الحوثي في ساعات الصباح الأولى قصفاً عنيفاً على مواقع قوات الجيش شمال شرقي مدينة الحديدة. وقال شهود عيان إن انفجارات عدة هزت المدينة إثر سقوط قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي من وسط وأطراف حي 7 يوليو باتجاه مواقع الجيش في محاولة لاقتحام مناطق سيطرته. كما استهدف القصف مواقع بالقرب من المدينة الطبية ومدينة الصالح، واتهم بيان للقوات الحكومية ميليشيا الحوثي برفع وتيرة التصعيد في سعي منها للقضاء على الهدنة الأممية وعملية السلام في الحديدة. هذا وأعلنت قوات الجيش مقتل نحو 130 وجرح نحو 200 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات بريف محافظة الحديدة خلال شهر ونصف. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن أغلب القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا في مديريات حيس والدريهمي وتحيتة وبيت الفقيه منذ منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي. وبحسب المصادر فإن من بين القتلى والجرحى قيادات ميدانية. يأتي هذا التصعيد بعد وصول قوات جديدة تابعة للقوات المشتركة المتمركزة في الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، كما أنه يعني أن مساعي التهدئة التي تقودها لجان المراقبة الأممية عجزت عن وقف التصعيد الميداني الذي يتبنه الطرفان. إذن لمناقشة موضوع تصعيد عسكري في الحديدة وأيضا أين ذهب اتفاق ستوكهولم، ينضم إلينا من إسطنبول الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة، وأيضا ينضم إلينا المحلل السياسي من مأرب عبد الحفيظ الحطامي. أبدأ مع السيد عبد الحفيظ الحطامي، بداية مرحبا بك معنا، لو تعطينا صورة مفصلة عن المشهد العسكري في جبهة الساحل الغربي. نعم أخي الكريم، المشهد العسكري لا زال مستمر منذ 18 من ديسمبر العام الماضي وحتى هذه اللحظة في عملية تصعيد واسعة للقتال. القتال طبعا يدور في مناطق لم تتحرك فيها القوات الحكومية ولم تتراجع أيضا، فقط هناك هجمات تشنها الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المشتركة شمال شرق مدينة الحديدة، إضافة إلى خطوط التماس التي تشهد معارك شبه يومية في الحيس والتحيتة والدريهمي ومناطق الجاع في مديرية بيت الفقيه، إضافة إلى الشمال الشرقي لمديرية الدريهمي، هناك أيضا في مناطق قرية منبر بالقرب من كيلو 7 شرق مدينة الحديدة شارع 50 بالقرب من مدينة الصالح، إضافة إلى الشرق مدينة حي 7 يوليو. هذه نقاط خطوط التماس مشتعلة، رغم أن اللجنة المشتركة واللجنة الأممية ثبتت 5 نقاط ارتباط، لكن الميليشيات عمدت إلى اختراق رغم وجود اللجنة الأممية ورغم وجود أبهيجيت جوها التي زار العديد من هذه النقاط، لكن يبدو أن نقاط الارتباط انتهت عمليا ولم تعد موجودة، وأن موضوع التهدئة التي وضعت لأجل هذه النقاط
انتهت وأصبحت الاشتباكات الآن تدور في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة الحديدة، وكان الهدف من وضع أو التهدئة في هذه المناطق مقدمة للتوسع إلى تهدئات في جبهات التحيتة وحيس وغيرها من المناطق جنوب مدينة الحديدة، لكن يبدو أن المشهد العسكري أصبح هو الحاسم، لكنه لا توجد حتى هذه اللحظة بوادر لأي تقدم من القوات المشتركة رغم كل التعزيزات التي تحدث للقوات المشتركة، إضافة في الاتجاه الآخر الميليشيات تحشد من اتجاه مناطق إب ذمار وأيضا صنعاء وحكا باتجاه المشهد العسكري باتجاه مدينة أو محافظة الحديدة، وبالتالي تحاول الميليشيات وحاولت خلال الشهرين الماضيين أن تتقدم في بعض المواقع، لكن القوات المشتركة كبدتها الكثير من الخسائر، وبالتالي كانت الميليشيات قد دقت بالمئات من مقاتليها لإحداث ولو حتى نصر إعلاني لها قد يقدم لها أي مفاوضات أو ملف جديد في الحديدة، لكن يبدو أن الميليشيات فشلت في كل تلك الهجمات وتكبدت خسائر فادحة بحسب قادة عسكريون ميدانيون تحدثوا بأن الميليشيات تكبدت على مستوى القيادة الميدانية وعلى مستوى العناصر، البعض منها مغرر بهم دفعت بهم هذه الميليشيات، إضافة إلى بعض صغار السن كما شاهدنا في الكثير من الصور والفيديوهات، وبالتالي تكون الميليشيات فشلت في تحقيق أي تقدم، وفي المقابل أيضا القوات المشتركة لا تزال منذ عام وشهر تقريبا في مواقعها حتى هذه اللحظة. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الحفيظ. نعود إلى ضيفنا من اسطنبول الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة. إذن أشار ضيفنا عبد الحفيظ بأن هناك لا تحرك ولا تراجع في الجبهات في الحديدة، وأيضا هناك تعزيزات قادمة ومواجهات، أيضا عودة المواجهات بشكل كبير في ظل وجود نقاط مراقبة. كيف تقرأ التصعيد العسكري الأخير في الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. أولا، التصعيد العسكري في الحديدة هو ليس وليد اللحظة من قبل الحركة الحوثية، والحركة الحوثية تحاول جاهدة الاستيلاء على الشريط الحدودي حتى تصل إلى باب المندب منذ أن خسرته في العام 2015 تقريبا. طبعا نحن نعرف ما الذي جرى في اليومين الماضيين، وبالتالي الحركة الحوثية قد ربما أنها تريد أن تستعد لعمليات ما هو أكبر من يعني مما يتصور البعض في الحديدة، وتريد استهداف بارجات بحرية أو سعودية في البحر الأحمر إذا جاء هناك تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الحركة الحوثية الآن على يعني أتم الاستعداد لتنفيذ أجندات إيرانية في البحر الأحمر واستهداف البواري، هذا من جانب. الجانب الآخر، الحديدة تعتبر الشريان الممول الرئيسي للحركة الحوثية، وبالتالي هي لا تريد أن تكون هناك قوات بالقرب من مدينة الحديدة تقريبا، وتريد أن تطرد هذه القوات إلى أبعد نقطة، يعني خصوصا وأن هذه القوات لم تسمح للحركة الحوثية بأن تتجول بقدر كافي من الحرية داخل الحديدة وحتى خارج الحديدة، وأقصد بذلك المديريات التي تطل على الساحل في البحر الأحمر. بالنسبة للحركة الحوثية، هي استفادت من اتفاقية ستوكهولم التي وقعتها مع الحركة الحوثية في 13 ديسمبر 2018، وحتى اللحظة لم تنفذ تلك الاتفاقية، وكانت هذه الاتفاقية تنص على أن تخرج الميليشيات الحوثية خلال 14 يوما، وأن تزيل كل العوائق أو العقبات، وأن تساعد المؤسسات الدولة في القيام بوظائفها، ولكن لم يحصل أي شيء. معنى ذلك أن التصعيد العسكري هو الوارد وبشكل قوي، وهو ما سيكون في نهاية المطاف لحسم المعركة، إما لصالح الحركة الحوثية أو لصالح القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة. نعم، بالنسبة للإحصائيات التي ذكرناها في التقرير، هناك نحو 130 جريح و200 من عناصر الميليشيا، أيضا مقتل 130 و200 جريح. هناك إحصائيات كبيرة في المعارك، ويبدو أن المعارك لم تتوقف أصلا في جبهة الحديدة. ما الذي كانت تفعله يعني نقاط التفتيش والمراقبة وأيضا المعاهدات، سواء كانت ستوكهولم أو معاهدة التهدئة في الحديدة من الأساس؟ ما كان الهدف منها سيد عادل دشيلة؟ طبعا نحن نعرف أنه من أعاد دخول الحديدة هو المجتمع الدولي تحت ذريعة الحفاظ على
الأبرياء. ونحن نعرف أن منظمة اليونيسف الآن تقول بأنه لا يقل عن 300,000 طفل يعيشون في المدينة وحولها ويعانوا سوء التغذية. أي أن الأمم المتحدة التي كانت تتذرع يعني بأنه لا ينبغي دخول الحديدة للدواعي الإنسانية، ها هي اليوم الكارثة الإنسانية تزداد سوءا. وبالنسبة لنقاط التفتيش التي يعني من المفترض أن تقوم بواجبها أو ما يسمى باللجان التي شكلتها الأمم المتحدة في لجان المراقبة، وهناك أكثر من مبعوث دولي أو مبعوث عسكري دولي، اليوم هناك مبعوث هندي متواجد ويزور الحديدة بين الفينة والأخرى، ولكن هذه ما هي إلا يعني نوع من التسلية ونوع من الضحك على الأبرياء. لا توجد هناك رقابة حقيقية، ولو كانت هناك لو كانت المنظمة الدولية تقوم بواجبها ما تم استهداف الأبرياء في حيث ومناطق أخرى من خلال الصواريخ الحوثية، ولذلك المنظمة الدولية لا يعول عليها، وكل ما تقوله عن الحديدة ما هو إلا من أجل الاستهلاك الإعلامي. أما بالنسبة للمشهد عسكريا على الأرض فلم يتغير منذ العام 2018 حتى اللحظة، والتصعيد العسكري مستمر، وإن كان يعني لا يوجد هناك يعني معارك متواصلة إلا أنها معارك متقطعة، والصواريخ الحوثية تسقط على الأبرياء بين الحين والآخر. نعم، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا من مأرب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، إذن الأوضاع متأزمة في الحديدة، هل ستتجه الأوضاع نحو الحسم العسكري أم أن الأمم المتحدة ستتدخل مرة أخرى للإصرار على الالتزام بالاتفاقات التي طرحتها في ملف الحديدة؟ في اعتقادي أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات لحسم المعركة في الحديدة لظروف معينة، من ضمنها أن تقاطع الأجندات والمصالح في الجبهة العسكرية التابعة لسواء الحكومة الشرعية أو تلك التي مدعومة من الإمارات، هناك تقاطع في المصالح وصل إلى حتى الاشتباك بين هذه القوات وبعضها، بين الولايات الهامية وبين قوات تتبع طارق عطاش. وبالتالي في اعتقادي بأن يجب على التحالف وعلى الحكومة الشرعية أن توحد صفوفها وأن تتجه نحو الهدف الذي رسم لعاصفة الأمل منذ انطلاقها، وهي تحرير هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، وأن تتخذ هذا الهدف العسكري وتواصل من أجله. أما بقاء الوضع العسكري على ما هو عليه بتعدد الأجندات وتقاطع المصالح، في اعتقادي فإن المعركة ستظل مفتوحة. وللأسف الشديد صحيح أن الأمم المتحدة أيضا طالعة فيما يتعلق بإبقاء الجرح مفتوح في محافظة الحديدة لحد إلى درجة التواطؤ مع الميليشيات، وإلا ما فائدة ملف الحديدة التي لم يحقق أي تقدم ولو حتى نسبة 1%؟ نقاط الارتباط التي كانت يجب أن توقف وتهدئ المشهد العسكري على الأقل شمال شرق مدينة الحديدة، لم تتمكن هذه النقاط الارتباط من فعل شيء سوى المزيد من التحشيد لصالح الميليشيات، المزيد من الحصول على الدعم، المزيد من الحصول على الطائرات المسيرة، المزيد من الحصول على قطع الصواريخ البالستية التي تأتيها عبر العديد من المنافذ الساحلية في البحر الأحمر والتي لا تزال الميليشيات تسيطر عليها. وبالتالي في اعتقادي بأن بإمكانية التحالف والحكومة الشرعية أن تحسم المعركة، الجيش يقف على بعد 4 إلى 5 كيلومتر شرق على من بوابة ميناء الحديدة وعلى مقربة من جامعة الحديدة جنوبا، وفي الاتجاه الغربي تقف طوارئ القوات التحالف على مقربة بضع كيلومترات. وبالتالي في اعتقادي بأن القوات تطبق على مدينة الحديدة وبإمكان خلال ساعات أن تحسم المعركة، خاصة وأن الميليشيات فقدت الكثير من كوادرها العسكرية الميدانية وأصبحت تعتمد على حشود ومجاميع تستقطبهم من العديد من المحافظات للدفاع عن مصالحها وعن وجودها في محافظة الحدود. وبالتالي توحيد هذه الجهود تحتاج إلى قرار سياسي ويحتاج إلى هدف نبيل من قبل التحالف في العودة إلى الهدف الرئيسي لعاصفة الحرب والأمن. نعم، في ظل هذه في هذا الحشد وهذا التعزيزات، أنت أشرت إلى تعزيزات وصلت إلى طارق صالح، وأيضا هل لها علاقة بالتصعيد الحوثي؟ وأيضا ما هو مصير اتفاق ستوكهولم في حال أن المشهد تصعد بشكل كبير واتجهنا إلى الجانب العسكري في الحديدة؟ ما هو مصير اتفاق ستوكهولم والاتفاقات الأممية؟ نعم
في اعتقادي ان ملف الحديدة في ستوكهولم الذي انطلق في العام الماضي انتهى، وصوبت عليه الميليشيات اخر رصاصة على نعش هذا الملف الذي ولد اصلا ميتا ولم يتحقق منه ولو نسبة 1%. وبالتالي في اعتقادي بان الامم المتحدة وربما اجهزات اخرى قد تبحث عن ملف ثاني للحديدة خلال 2020، وبالتالي في اعتقادي بان ملف الحديدة يجب ان يحسم التحالف والقوات الحكومية المعركة في محافظة الحديدة واستعادتها إلى الشرعية باعتبارها أحد أهم المنافذ على البحر الأحمر وأحد أهم الموارد المالية وأحد أهم الموارد حتى للسلاح بالنسبة للميليشيات. وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية وعلى التحالف أن يحسم معركة الحديدة إذا فعلا كان هناك نية لتحرير واستعادة بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. هناك طبعا توسع للقوات طارق عفاش، هناك أيضا في المقابل للأسف الشديد تقوم هذه القوات بتجنيد المئات ممن كانوا أصلا يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثي. حتى طارق عفاش كان منذ عامين يطلق تصريحات ويقصص مديرية الخوخة التي حررها الجيش والتي يقف اليوم عليها طارق عفاش. وبالتالي في اعتقادي بأن هناك نعم عبد الحفيظ في بعض العلاقات العسكرية المختلفة داخل أو في الساحل الغربي. نعم تفضل بالبقاء معي. نعود إلى الدكتور عادل دشيلة. دكتور عادل، لماذا برأيك بعد هذا بعد هذه المدة من عدم التطور والتقدم في ملف الحديدة بسبب تخاذل الأمم المتحدة في هذا الملف، ما هي مصلحة الأمم المتحدة في وصول هذا الملف والأوضاع هناك من حالة اللا حرب ولا سلم في الحديدة؟ طبعا الأمم المتحدة هي ليست طرفا في النزاع، يعني طرف أساسي في النزاع، وهي وسيط دولي، وبالتالي لكن هي مشرفة هي مشرفة على هذه الاتفاقات، وهي التي تدخلت حينما بادر الجيش لتحرير محافظة الحديدة وتحت مظلة التحالف، فهو منع بحجج الإنسانية كما نعرف. يعني يا أخي العزيز، عندما نتحدث عن الأمم المتحدة، هذه المنظمة فاشلة ولا يعول عليها، والأمم المتحدة في الأخير تخضع لمن هو يعني من بيده السلاح ومن بيده القوة على الأرض. الأمم المتحدة يعني الاتفاقية ستوكهولم ولدت ميتة منذ اللحظة الأولى. الآن حتى أنا يعني دعني أوضح لك هذه النقطة، الإمارات العربية المتحدة منذ تدخلها في عاصفة الحزم في العام 2015 وضعت لها أهداف وقالت بأن نصل إلى الحديدة ونتوقف عن العمليات العسكرية. هذه مهمتنا أن 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 نقوم يعني بتصفية أو بتحرير الساحل الغربي وأيضا ميناء عدن وبعض المناطق الأخرى. إذن الإمارات العربية المتحدة نفذت أهدافها التي تخصها حتى وصلت إلى هذه المنطقة ووقفت، والتحالف العربي كان لديه أهداف أخرى. اليوم ينبغي أن نعرف من الذي يتصارع داخل الحديدة، من الذي يشرف على الجانب العسكري ما يسمى بالحكومة اليمنية. هناك ميليشيات لا تخضع للدولة الشرعية، وبالتالي من الطبيعي ألا يتم حسم المعركة عسكريا ولا سياسيا داخل محافظة الحديدة. اليوم هناك أكثر من طرف، أكثر من فصيل، أكثر من أجندات داخل الحديدة، وكل طرف يريد أن ينفذ أجندته على حساب الآخر، على حساب الطرف الآخر. اليوم عندما نتحدث عن الحكومة الشرعية نتحدث عنها مغيبة تماما عن المشهد. الأمم المتحدة لا يهمها ما يحصل على الأرض. الأمم المتحدة من الذي غيب الشرعية؟ هل الشرعية هي التي غيبت نفسها من ملف الحديدة، أم أن الأطراف التي تدخلت في هذا الملف هي التي كانت يعني تستهدف الشرعية ودورها هنا؟ هي رضيت لنفسها، الشرعية اليمنية رضيت لنفسها بأن يكون هكذا دورها، هي رضيت لنفسها منذ البداية. الحكومة الشرعية الآن مغيبة عن المشهد تماما عما يدور في الحديدة. اليوم طارق عفاش ينفذ مشاريع تحت ما يسمى بالإدارة الإماراتية في الحديدة، وينشئ ميليشيات وجنود وهكذا، وتحت ما يسمى بالقوات المشتركة أو اسم آخر لا أعرف، لكن هذه الميليشيات لا تخضع بطريقة رسمية لوزارة الدفاع اليمنية. معنى ذلك أن الحديدة، أن الأطراف التي تتضارع في الحديدة هي خارجة عن إدارة الحكومة الشرعية. والأمم المتحدة يهمها في المقام الأول ما يسمى بالقضية بالأزمة الإنسانية. وبالتالي عندما نتحدث عن الحديدة نتحدث عن الوقائع على الأرض. من الذي يسيطر على الحديدة من كلا الأطراف؟ هناك
هناك اطراف لا تسيطر على الحديده، والحكومه الشرعيه مغيبه وغيبت نفسها، وبالتالي ستستمر المعارك العسكريه حتى وان انتصر طارق محمد عبد الله صالح. ماذا يعني ذلك في الحديده؟ ماذا يعني ذلك؟ انتصار لميليشيا ضد ميليشيا اخرى، ليس انتصار للدوله الشرعيه، ليس انتصارا للوطن، بل انتصار لفصيل ضد اخر. هؤلاء كانوا شركاء بالامس ضد الدوله الشرعيه، واليوم يتقاتلون داخل الحديده. المجتمع الدولي نفسه لا يريد لهذه الشرعيه بان تنتصر عسكريا ولا سياسيا، ودول الاقليم التي تساعد الحكومه الشرعيه لا تريد لهذه الشرعيه ان تنتصر، والحكومه الشرعيه رضيت نفسها بان تكون هكذا، بان تكون ضحيه لكل الاطراف. نعم دكتور عادل، اذا في ظل هذه يعني التساؤلات والحيرة من فهم ملف الحديدة، ما هو مصير ومستقبل الحديدة في القادم القريب أو البعيد؟ مع الأسف الشديد سيدفع الأبرياء الثمن باهظا، وقد دفعوه أبناء هذه المناطق الفقيرة. اليوم لدينا اليوم أكثر يعني أزمة إنسانية داخل الأراضي اليمنية داخل الحديدة وتعز. اليوم أكثر من 400,000 هذا في العام 2019 أكثر من 400,000 نازح نزحوا إلى داخل محافظة حجة، وهؤلاء جاءوا من الحديدة ومناطق أخرى بجنب الحديدة. إذن الأزمة الإنسانية ستزداد سوءا، لأنه لم يحسم الملف عسكريا ولا سياسيا داخل هذه المنطقة، وبالتالي مستقبل الحديدة معقد ما لم يكن هناك تواجد للدولة الشرعية، وأقصد بذلك حسم العلاقة ما بين التحالف العربي والحكومة الشرعية، وضرورة إدماج هذه أو دمج هذه الميليشيات التي تكاتل الحركة الحوثية تحت راية الشرعية اليمنية، أو أن تقبل الحكومة اليمنية باستمرار العمليات العسكرية، وبالتالي مع الأسف الشديد سيدفع الأبرياء الثمن داخل الحديدة، وأيضا ستدفع الشرعية اليمنية الثمن باهظا، بالإضافة إلى الشعب اليمني في شماله وجنوبه. نعم دكتور عادل دشيلة، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، السؤال أيضا موجه لك، إلى أين تتجه الأمور في الحديدة، وما هو مصيرها ومستقبلها في ظل هذا الضعف للشرعية وأيضا التخاذل من قبل الأمم المتحدة والتحالف في هذا الملف؟ اعتقادي أن المؤشرات تشير إلى أن الوضع سيظل كما هو عليه الحال، وستظل الحديدة جرحا للأسف الشديد مفتوحا، المزيد من النزف، المزيد من الدماء، المزيد من الخراب، المزيد من الدمار، المزيد من الانتهاكات المروعة بحق الإنسانية التي ترتكب، المزيد من تدمير البنية الأساسية، المزيد من تناسخ وتقاطع المصالح بين العديد من الميليشيات وتلك التي تتخذ من الإمارات تعمل لها، أو تلك التي تتخذ من الميليشيات الحوثية أيضا التي تتواجد في محافظة الحديدة. وبالتالي في اعتقادي بأنه إذا لم توجد نية من قبل الحكومة الشرعية في استعادة هذه المنطقة الحيوية، فإن الشرعية لا تستطيع أن تستعيد بقية المناطق اليمنية، على اعتبار أن الحديدة هي المنطلق الرئيسي وهي المرفد الأساسي وهي الشريان الذي يمد اليمنيين بالحياة عبر ميناء الحديدة. وبالتالي في اعتقادي بأن على الحكومة الشرعية وواكد والتعاون كان سمت قضية أخلاقية بالنسبة للقضية اليمنية لدى التحالف أن يعودوا إلى صوابهم وإلى رشدهم، وهناك متغيرات دولية تحدث في هذه الأثناء، يجب أن يعي التحالف بأن اليمنيون ليس وحدهم سيعلقون في هذه الحرب، هناك أيضا الأشقاء الجميع سيعلق في هذه الحرب إن بقيت مفتوحة، وبالتالي يجب على التحالف وعلى الحكومة الشرعية وقف كافة الاستنساخ الميليشيات وضم كافة المقاتلين في إطار وزارة الدفاع والتوجه نحو الهدف الرئيسي وهو حسم المعركة مع ميليشيات الحوثي في مدينة ومحافظة الحديدة عموما. إذن عبد الحفيظ الحطامي المحلل السياسي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر للدكتور عادل جشيلة، ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأيضا التحية مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء.